لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. صحيفة الزمان واشنطن: لن نتردد في استهداف قوى في العراق إذا تعاملت مع الحرس الثوري. في صحيفة المدى: رصاص العشائر يشعل الأوضاع في شط العرب بعد يوم من حادثة جندي السماوة. في صحيفة البصائر: مفوضية حقوق الإنسان: 40% من سكان البصرة دون خط الفقر. في موقع الهيئة نت: تسجيل 274 حالة ومحاولة للانتحار في العراق خلال العام الجاري. في العربي الجديد: بومبيو يتهم إيران بتنفيذ الهجمات على منشئتي أرامكو في السعودية. في الشرق الأوسط: تضامن عربي ودولي مع السعودية بعد الاعتداء على منشئتي النفط. وفي صحيفة الوطن العمانية: التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتصويت في الخارج مستمر. السلام عليكم. قال صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الهجوم الذي استهدف منشأة النفط السعودية ربما يكون جاء من خارج اليمن، وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن مسؤولين سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال استخدام المهاجمين صواريخ كروز أطلقت من العراق أو من إيران، لكن ذلك لا يستبعد فرضية استخدام الطائرات المسيرة للهجوم على السعودية. الصحيفة أشارت إلى أن مسؤولين مطلعين على التحقيقات التي تجري بشأن الهجوم الأخير على المنشآت النفطية السعودية أكدوا أن المسؤولين السعوديين والأمريكيين يحققون في احتمال أن تكون الهجمات تتضمن صواريخ كروز أطلقت من العراق أو إيران. وتضيف الصحيفة أن قادة الحوثيين زعموا أنهم أرسلوا مجموعة من الطائرات بدون طيار على بعد مئات الأميال إلى السعودية لتنفيذ هجمات منسقة على 2 من مواقع الطاقة الحيوية في البلاد، لكن المسؤولين الذين يحققون في الهجوم شككوا في مزاعم الحوثي وأشاروا إلى أن الضربة ربما تكون قد جاءت من العراق أو إيران بدلاً من اليمن. وأشارت الصحيفة إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد أنه لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن، واتهم طهران بشن هجوم غير مسبوق على العالم. كما لفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين خلصوا إلى أن هجوماً بطائرة بدون طيار في 14 من أيار الماضي على خط أنابيب في السعودية تم شنه من العراق، فيما حث بومبيو رئيس وزراء العراق على احتواء التهديد الذي تشكله القوات المدعومة من إيران في العراق. وتختتم الصحيفة بالقول إنه بغض النظر عمن نفذ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية ومن أين جاء، فإنه من المرجح أن يوجه القادة الأمريكيون والسعوديون أصابع الاتهام إلى طهران التي توفر درجات متفاوتة من الدعم لميليشياتها في العراق واليمن. تخطئ ميليشيا الحوثي حين تتوهم أنها بأعمالها التخريبية المتواصلة التي تقوم بها ضد المملكة العربية السعودية باستهداف بعض مدنها ومطاراتها ومؤسساتها الاقتصادية تستطيع أن تحقق نصراً أو أن تلين صلابة التحالف العربي الذي تقوده المملكة. هذا ما أكدت عليه صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان إنهم يلعبون بالنار. ترتكب جماعة الحوثي حماقة ما بعدها حماقة إذا اعتقدت أن أعمالها التخريبية والإرهابية يمكن أن تثني السعودية والتحالف عن تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله عملية تحرير اليمن من العصابات الحوثية واسترداد الشرعية. إن إقدام جماعة الحوثي على استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص شرقي السعودية هو عمل إرهابي بامتياز يستهدف أمن المملكة والمنطقة، وهو دليل على أن هذه الجماعة الخارجة عن القانون تمارس أعمالاً تؤكد طبيعتها العدوانية
وهي مجرد جماعة مستأجرة تؤدي عملاً ترى فيه خدمة لأعداء السعودية ودول الخليج قاطبة. إن مضي جماعة الحوثي في غيها وإصرارها على المغامرة واللعب بمصير الشعب اليمني وتهديد أمن وسلامة المنطقة إنما هو لعب بالنار لابد أن يطالها آجلاً أم عاجلاً، لأن هذه الجماعة لا تقدر عواقب أفعالها وجرائمها ولا بد أن تدفع الثمن. تدرك جماعة الحوثي تماماً ما ترتكبه من جرائم وآثام، وهي تفتخر بتبني أعمالها التخريبية الإرهابية التي تستهدف مواقع اقتصادية حيوية في السعودية، لكنها لا تدرك عواقب أفعالها هذه التي لن تمر مرور الكرام. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن الحوثيين لن يحققوا أهدافهم وأهداف من يخدمون، ولا يتمكنوا من الخروج من النفق المسدود الذي وجدوا أنفسهم فيه بأعمال تنم عن نزق ووهن ومغامرات صبيانية. تبقى الصراعات السياسية والتجاذبات الداخلية سمة من سمات المشهد العراقي في وقت يشهد انعدام وتلاشي الموقف الواضح لدى حكومة بغداد من جميع الأوضاع الميدانية التي يعيشها أبناء الشعب العراقي أو الأخطار الحقيقية التي يتعرض لها أمن العراق. أياد العناز يرى في صحيفة البصائر أن الميليشيات في العراق باتت دولة متحكمة بكل شيء. كانت هناك أحداث جسيمة وجرائم إنسانية ارتكبت خلال الشهر الماضي شهدتها محافظة بابل وأعلنت عنها الجهات الحكومية والأمنية، وهي تحاول إيجاد الأعذار الواهية والاستخفاف بعمليات القتل والتغييب القسري الذي طال المئات من الضحايا. وهناك حدث آخر يتعلق بطبيعة الأحداث الأمنية التي بدأت تشكل مساراً أصبح يهدد أبناء الشعب العراقي عندما تتعالى أصوات العديد من الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني بضرورة الوقوف والدفاع عن النظام الإيراني ووجوده عند أي مواجهة بين واشنطن وإيران بعيداً عن مصالح وحقوق ووجود الشعب العراقي وعدم مراعاة للكوارث التي قد تلحق بالعراق وأهله والمصائب التي سيواجهها المواطن العراقي. أمام هذه المعطيات والحقائق تقف حكومة عبد المهدي عاجزة عن وقف هذه التصرفات والعمل على الحد منها ومنع جميع الإجراءات المتخذة من قبل قادة الميليشيات في التحشيد والتأهب واستنهاض مقاتلي الميليشيات والمتحالفين معهم في الاستعداد للمواجهة القادمة والتي يسعون إلى أن تكون أرض العراق مشاعاً لأهداف وتوجهات النظام الحاكم في طهران وبعيداً عن الأراضي الإيرانية، لكي يكون العراق وأرضه وشعبه المصدر الأول في أي موقف عسكري محتمل قادم بين إيران وأمريكا. الكاتب يقول إنه رغم كل هذه الأحداث وأهميتها وتأثيراتها على الوضع العام السائد في العراق، نرى حكومة عبد المهدي صامتة، ليس لديها أي قول أو فعل أمام جميع هذه المعطيات العامة والتي تتعلق بسلامة العراق وأمنه وسيادته ومستقبله، وهذا يؤكد حقيقة استمرار وضلوع هذه الحكومة في المسار السياسي التابع للنظام الإيراني وتوجهاته وأدواته في المنطقة. لم يعد الأمر بحاجة إلى عين خبيرة لاكتشاف أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يواجه حصاراً خانقاً من كل الأطراف العراقية والإقليمية والدولية، وأن حكومته برمتها مهددة بطريقة وأخرى. مشرق عباس يرى في موقع الحرة أن مصدر التهديد لا يتعلق ببرنامج عبد المهدي الحكومي ولا بتطبيقه، وإنما بالدرجة الأساس بطريقة إدارة الموقف من الصراع الأمريكي الإيراني الدائر في المنطقة. الأسابيع الأخيرة شهدت النسبة الأعلى من الجدل والاشتباك العراقي الداخلي حول قضايا متعددة تخص الدولة وسيادتها ومن يمتلك القرار النهائي فيها. لكن عبد المهدي اختار الغياب عن الساحة فعلياً وتجنب إصدار مواقف ليفتح الباب لتأويلات متعددة حول مستقبل حكومته، تاركاً للآخرين حرية التعاطي مع ملفات في غاية الخطورة مثل حقيقة التفجيرات التي طالت مخازن الحشد وفوضى التعاطي مع الوجود الأمريكي والوجود الإيراني في العراق والارتباك في ملف مكافحة الفساد والغموض في قضية الخلاف المالي مع إقليم كردستان. وليس مفاجئاً أن تتعرض حكومة عبد المهدي لانتقادات من كل الأطراف
حتى تلك التي شكلت حكومته واستحوذت على مناصبها مثل تياري السائرون والفتح، حتى انحسر المشهد خلال الأيام الماضية عن رئيس حكومة يكاد يقف وحيداً وقد ارتدى الجميع رداء معارضته سواء بشكل صريح أو مبطن. وتلك نتيجة بديهية للجريمة الدستورية التي توافق على ارتكابها الأقوياء عبر الطعن بمفهوم الكتلة الأكثر عدداً التي على عاتقها تشكيل الحكومة وتحمل مسؤولية مساراتها، واختاروا بديلاً عن ذلك حكومة يتمتع الجميع بامتيازاتها ولا يتحمل أحد مسؤوليتها ويكون بالإمكان الظهور بمظهر المعارض لها بين الحين والآخر. وبحسب الكاتب فإن صمت عبد المهدي لعبة خطرة ربما كانت مفيدة أكثر في تفصيلات الصراع الحزبي العراقي حول المناصب والعقود، فإرضاء طمع الأحزاب للسلطة والمال ومساحة الاستعراض ليست مهمة مستحيلة، لكنها قضية معقدة جدا عندما يتعلق الأمر بإدارة أزمة كبرى كتلك التي تدور في الإقليم وتهدد بجر العراق إلى قلب حرب مدمرة لا ناقة له فيها ولا جمل. تناولت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها الانتخابات الرئاسية في تونس، وقالت الصحيفة إن مرشح حزب النهضة عبد الفتاح مورو يتصدر قائمة المرشحين الأكثر حظاً بالفوز لأنه أحد مؤسسي الحزب المترسخ في المجتمع التونسي الذي يمتلك أكبر كتلة برلمانية في البلاد، وبالتالي قد يصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات. الصحيفة استعرضت أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية في تونس وأشارت إلى أن الناخبين سيختارون من بين 26 مرشحاً، لكن تشتت الناخبين قد يؤدي في النهاية إلى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع. وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لا يعكس مرشح حزب النهضة عبد الفتاح مورو الصورة النمطية لرجل الدين الراغب في فرض الشريعة بشكل متشدد على المجتمع، لكن ينظر إليه على أنه محام معتدل يمتلك حساً كبيراً للدعابة، حتى إنه ذات مرة شارك في أداء أغنية في أحد البرامج التلفزيونية. وأضافت الصحيفة أن حزب النهضة منذ وافق على الدستور الذي لا ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر تشريع كان شريكاً كاملاً للأحزاب العلمانية في تونس في تشكيل الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام الأربعة الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ الإطاحة ببن علي التي يدفع فيها الحزب بمرشح للرئاسة. الصحيفة ترى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية يعانون من نظرة المجتمع التونسي لهم وللسياسيين من كل الأطياف، لأنهم لم يقدموا الكثير للمواطن العادي الذي يعاني منذ سنوات من تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة. إلغاء اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده الصارمة هو المطلب الأول للفصائل الفلسطينية عند كل حدث أو تطور يطرأ على المشهد الفلسطيني، حتى أننا بتنا نظن أن مجرد الانسحاب من هذا الاتفاق سيحل جميع المشكلات التي تواجه الفلسطينيين دفعة واحدة. عريب الرنتاوي يقول في صحيفة الدستور الأردنية: لا أحد يقول لنا ما الذي سيتغير على الفلسطينيين عشية اليوم التالي لإلغاء الاتفاقات. هل لديهم خطة استراتيجية بديلة لمواجهة عناوين المرحلة والتحديات؟ لا أحد يقول لنا ما الذي سيتغير على الفلسطينيين عشية اليوم التالي لإلغاء الاتفاقات. هل لديهم خطة استراتيجية بديلة لمواجهة عناوين المرحلة والتحديات؟ ما الذي سيحل بجيوش من الموظفين والعسكريين والأمنيين؟ سيكونون في وضع أفضل لمقارعة نتنياهو واليمين والاستيطان وصفقة القرن؟ ربما، ولكن لا أحد يجهد نفسه في توضيح كيف سيكون ذلك وما الذي يتعين فعله. إلغاء اتفاقات أوسلو كحل السلطة الفلسطينية ليس لها من قيمة من دون أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية بديلة شاملة. عندها وعندها فقط يمكن القول بكل راحة ضمير فلتذهب اتفاقات أوسلو للجحيم. من دون ذلك قد يتحول الحراك الشعبي في الضفة إلى مثيله في لبنان، مطلبي وإنساني في الغالب، وقد تصبح أكبر الحركات وأكثرها شعبية تلك التي تطالب سفارات العالم بفتح أبوابها لهجرة الفلسطينيين. أليست هذه هي الحركة الشبابية الأكثر والأعرض اليوم في مخيمات لبنان؟
أليس من المنتظر أن يتحول أكثر من 160 ألف موظف مدني وعسكري فضلاً عن جيوش المتقاعدين إلى قنابل موقوتة؟ وهل من المؤكد أنها ستنفجر في وجه الاحتلال أم أنها قد تنفجر في سياقات الصراع الفلسطيني الداخلي؟ الكاتب يرى أن إلغاء اتفاقات أوسلو يجب أن يكون ضمن رؤية وطنية جامعة واستراتيجية وطنية شاملة عندها، حينها فقط يمكن استدراج الكيان الصهيوني إلى حل السلطة الفلسطينية وإنهاء الاتفاقات وتحميله وزر ما يفعله دوليا وإقليميا على الأقل، وهذا خيار يجب التفكير به جيدا طالما أنه يفضي إلى النتيجة ذاتها، ولكن بقدر أقل من الخسائر وردود الأفعال الدولية والإقليمية. طور باحثون أمريكيون حبرا يمكنه أن يتغير لونه عبر إعادة البرمجة باستخدام جهاز عرض ضوئي، ويصنع الحبر باستخدام صبغة ضوء لونية تتغير عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. وخلط الباحثون ثلاثة ألوان مختلفة من الصبغة، سماوي وأرجواني وأصفر، مع الطلاء قبل أن يتم دمجها، ويرش الخليط الناتج عن جسم أو علبة هاتف أو أي نموذج آخر، ثم يوضع أمام جهاز عرض ضوئي، ويقوم الباحثون بتصميم أنماط على نماذج الكمبيوتر ثلاثية الأبعاد وعرض النموذج على الكائن المطلوب. ولا يتوقف الأمر على عرض النماذج، بل يمكن محوها وإعادة تصميمها بنفس السهولة. ويقدم العلماء مثالاً على فائدة هذا الابتكار في الملابس، حيث يمكن تغيير الملحقات لتتناسب مع زي الرئيس، وكذلك إعادة تغيير الألوان لأحداث مختلفة في نفس اليوم. عثرت السلطات الأمريكية على رفاة رجل من فلوريدا كان قد قذف منذ أكثر من 21 عاما، قذف في بحيرة، وذلك بعد أن تم رصدها بواسطة برنامج جوجل إيرث. وذكر صحيفة البيان الإماراتية أن مكتب قائد شرطة بالم بيتش قال إنه تم انتشال جثة ويليام مولت الذي تم الإبلاغ عن اختفائه في تشرين الثاني عام 1997، وتم التعرف عليها بشكل إيجابي بعد فحصها من قبل سلطات الطب الشرعي. وأضاف المكتب أن شخصا يقيم في منطقة جراند إيلز شمال ميامي كان يستخدم برنامج جوجل إيرث في المنطقة، ولاحظ ما بدا أنه مركبة في بحيرة مياه خلف مقر إقامته، وتم إجراء مسح للمنطقة، وعثرت السلطات بالفعل على الهيكل العظمي للرجل المفقود داخل السيارة التي تكلست بشدة لأنها كانت متروكة في المياه لفترة طويلة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.